ناولني لندا سليمة. دي صورة تقابل بيها ربنا. ألو، أيوة أنا فادي. راح فين زمن الشقاوة يا كبير؟ اتوحشتك يا مان. أنت لساتك ياد بتقول يا مان. ياد الكلمة دي كانت فريش أيام ما كانت فرقة إيس أوف بيس جديدة أيام ثانوي. أحلى أيام، أيام ثانوي. أما كنت تيجي تمد يدك عشان تسلم عليا كنت أقول لك حط كالونيا جفاك ألمونيا. كنت فاضلنا وكنا بنشوفك ليلاتي، إنما دلوقت بقينا نشوفك من السنة للسنة. طب أعمل إيه يعني؟ شوية وهفوت عليك أشجوطك، هننزل نسهر سهرة من بتوع زمان، حتة سهرة إنما إيه؟ مراجيح. كيف أنا فادي؟ كيف؟ أهم العيال لمين؟ جوني أخوك بيبي سيت النهاردة. والله فكرة زينة. هي السهرة دي أنا فادي مراجيح. صح صح دي مراجيع وزحليق. هي دي المراجيع وزحليق. حاسس بالنشوة يا كبير؟ يعني حاسس بأدرينالين الصراحة، قسماً بالله لولا إن أنا طفولتي كانت جافة وعمري ما لعبت بالألعاب دي كان زماني مشيت من أول دقيقة. بس إيه رأيك يا كبير؟ سهرة من بتوع زمانها. والله أنا كنت فاكر إنها سهرة من بتوع زمان، طلعت من بتوع زمان قوي قوي. أنت رجعت للطفولة يا راجل. المهم في السهر الناس اللي حواليك يا كبير، الكنز في الصحبة. حطة درب نجم وجنبي نجم، حطة درب نفادي وجنبي كيكس. بس كيكس الكبير يعني مش التاني. تدوعي تفشر. هيدي السهرة الحمراء يا هجير، جايبني عند ميلاد بنت اختك. بنت اختي؟ بنت اخوي. هو ده الموضوع يعني دلوقتي. هو ده. انا ليه يا ربي حظك ده في الصحاب؟ يد انت الانتيم يا انتيمي. انا كنت هتحس بي. انت خابر ذي ان صاحبك منقوع في السجلة. انا اتحبها؟ وقلت يعني هتخرجني مع وزوزتين، ها؟ يفكوا معاهم بكلمتين، يرقصون رقصتين، وكل الحبايب تنين تنين. ومين قال لك اني مش عامل حساب؟ البنات موجودين. صح صح، كاني ظلمتك. وبيرقصوا.